السلام عليكم ورحمة الله. خليكم معايا في هذا الفيديو البسيط الاقتصادي باش ما نرميوش الخبز، نصايبو به الخبز ديال التومه، تيجي لذيذ وشهي وكيتكرم مقرمل. والخبز الا بات لينا ما نلوحوش، نحاولو نديروه بحال كندخلو الفران، تندوزو مع الحريره ومع الصوبه والشوربه. ندير فيه التومة محكوكة، الزعتر وزيت الزيتون، اللي بغى يدير ليه الزبدة يديرها. تيجي زوين بزاف ملي تدخلو الفران، تيتكرمل مزيان. هاد المذاق ديال التومة راه كيجي زوين. صافي نبقى تنخلطو، غادي ندخل ان شاء الله الفران. شوفوا الخبز كيفاش كيجي، كيجي زوين واخا مكرمل، كيجي هشيش كيبقاش قاصح بزاف، ولكن كيجي زوين مع المذاق ديال التومة والزعتر وزيت الزيتون، كيكون بنين بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء في فيديو جديد.